غادي ناخذوا معنا بوتينا مباريز بسرعه لان جات في النهايه. نعم اذا لي مونتيون اللي كانوا قدموه في لي بونبونيير حدا في العشره قلنا 300 غرام شوكولات ومعلقه كبيره ديال الزيت ياك وي وخليط ديال الفواكه الجافه على حسب رغبه كل سيده واش عندها خليط فواكه الجافه في بول غادي نوضعوا العويشق ديال الزيت ونحطوا على الشوكولات وندوبوهم في باماغي حتى يذوب نخليوه يرتاح شي 4 دقائق وفي هذه الاثناء غادي نوجدوا بلاك ونديروا فيها فوق منها ورق ستيل فريزي وبالمعلقه نهزوا كميه من الشوكولاته ونشكلوا بها دي بتي باليت بحال غادي نرسموا 10 دراهم مغربيه في هذاك الحجم تقريبا غادي نستناو جوج دقائق ونحطوا فوق كل وحده منهم فواكه جافه حسب الرغبه نخليهم حتى يبسوا وعاد نسطروا فوق منهم بخطوط عشوائيه فوق دائره بالعكس يعني الا كان ليمون ديو عملناهم بالبلو نعملوا الشوكولا بالاسود ولاك صحيح لا عملناهم بالكحل ندوبوا الشوكولاته ونعملوا خطوط عشوائيه بالبيض نحاولوا نلعبوا باللوينات يعني نعملوا بيستاجا حدا زبيبه حدا قرقاعه يجيو غزلان نعم ان شاء الله نجربوها يا لالا نزيدك شي حاجه ولا مابقاش الوقت الا كانت فيها دقيقه لان ما بقاش الوقت غادي نعطيك واحد تيغين تيجيب جوج الانواع ديال السومو والفرماج فيها 300 غرام ديال السومو يكون طري بلا جلد ديالو 300 غرام ديال السومو 70 غرام ديال السومو فيمي وربعة ديال لي طرونج ديال السومو فيمي اخرين هادو الزين 100 غرام فرماج بيض 100 غرام فرماج بيض اصفر بيضة 5 تعريشات ديال البسباس اصفر بيضة 5 تعريشات ديال البسباس 5 تعريشات بسباس 5 تعريشات ديال النعناع 5 تعريشات نعناع والسيبولات سيبولات واحد لي شالوت مشلطه عصير نص حامضه نعم وعواشق صغيره ديال الصوجه معلقه كبيره زيت بلديه وملح وابزار نعم ودوائر الحامض التزيين بالنسبه للطريقه غادي نبخروا السومو ديالنا 10 دقائق ونطحنوا مع 70 غرام ديال السومو في ماء وفي بول غادي نخلطوا الفرماج الابيض مع اصفر البيض الاعشاب عصير الحامض زيت بلديه ولي شالوت والصوجه كامل نعم المقادير اللي قلنا ونضيفوا الخليط الصومو اللي سبق وطحنا نملحوا ونبزروا وفي مول طويل ديال الكيك نغلفوه بفيلم الومونتاغ ونفرشوا فيه لي طرونج ديال السومو في ماء يكون هما الغلاف الخارجي حتى نغلفوه كامله به ونكبوا فيه الخليط اللي حضرناه ونخلوه الثلاجه ثلاثه سوايع قبل ما نقدموا وفي التزيين تنزينوه بعريشات ديال البسباس وبلي طرونج ديال الحامض نعم غادي يجي هائل ونجربوها لاله تبارك الله عليك وسنه سعيده عليك وعلى الامه الاسلاميه شكرا ليك.